تمام يا ياسر بيه. والمصحف انا ما عملت حاجه، انا بتاعت شويه بخور وحبه حبس سكنات، وان ما الفلوس ما يضروش. انا جايه ليه؟ ده انا غلبانه يا بيه. يا وليه افصلي انت، ايه مكوك؟ يا باشا انا حنتومه سقسقه بتاعت حنتوش منتوش طربوش منفوش، ولو لازمك عمل يكشف لك المجرمين، ولا يربط لك اللي مضايقينك، ولا يحنن قلب البيت عليك، ولا يحلهم عنك. انا في الخدمه، انا في الخدمه يا باشا، اسعار مغليه ما تحلمش بيها. لو ما سكتيش مش هتخرجي من هنا. يا وليه اخرسي ولمي نفسك وشوفي الباشا عايزك في ايه. انا خدمت الحكومه. في نسوان بتجيلك؟ لا لا يا باشا، انا ماليش في السكه دي خالص. انا ست شريفه وبتاعت بركه، انما لو لازمك يا باشا انا ليه حبايبي اللي يخدموني. يا وليه لمي نفسك بدل ما اديها لك على وشك. طب يا غلاب يا باشا. هنتومة هي كلمة ورد غطاها، هتتعاوني معانا ولا لا؟ هنتومة سقسقة في خدمة الحكومة. تعرف يا عمرودي، أنا في حياتي دي ما احترتش غير في اتنين، وأنت أولهم. ومين تانيهم؟ خميس. فارق يا حبيبتي، العمارطة ما بيحتروش في حد، إحنا اللي بنحير. لما قربت منه واتكلمت معاه لقيت في حاجات كتير قوي شبهك، عرفت ساعتها انت ليه اخترته لمشروع جواز. كويس قوي انك لسه فاكره ان ده مجرد مشروع، وانا ما احبش اعمل مشاريع تفشل ابدا. طبعا على الاقل بالنسبه لك. اللي اقول يا عمرودي، اشمعنى يعني خميس اللي اخترته لمشروع جواز المره دي؟ شوف يا فارح حبيبتي، كل ملكه بيختاروا لها ملك يتجوزها من نفس الدم ونفس النوع وبيبقى ملكها، وانت بالنسبة لي ملكة، هتورثي كل المملكة دي. عشان كده انا اخترت لك خميس، عشان عنده النو هاو، فاهم اللعبة كويس، وهيبقى من ايدك دي لايدك دي. صحيح في فرق في المستوى، انما احنا بنروض وندرب وبنرفع المستوى، وانا عارف كويس انك عمرك ما هتنسي ان ده مجرد مشروع. ربنا يستر. شرابيه، انت يا وليه اللي اسمك شرابيه؟ خير يا معلم خير، مالك بتزعق كده ليه؟ انا اسف، مش هزعق تاني. انت هتحاسبيني يا وليه ولا ايه؟ العفو يا معلم العفو. طب امرني. فين ستك؟ شو انا شفتها خارجه من شويه. خرجت راحت فين؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ ما قالتش حاجه. يعني ايه ما قالتش حاجه؟ انت اكيد عارفه ومش عايزه تقولي. الله، مش هقول ليه يا معلم، هو سر يعني؟ هي قالت لك ما تقوليش، حصل ولا ما حصلش؟ انطقي بقى بدل ما هبب عشك نقدر. جرى ايه يا ابو سنه؟ هو انت مش قادر على الحمار جاي على الغلبانه دي؟ خش دلوقتي يا شرابيه. يبارك لك يا حاج. يبارك لك يا حاجه، ما انت اللي بتدلعيهم. دي غلبانه دي ميه بتاعت ابني. بلاش غاغه ملهاش لازمه، لما ترجع مراتك ابقى اتخانق معاها زي ما انت عايز. يا ما قلتليش طب رايحه فين؟ اصحاب العقول في راحه، رجاله اخر زمن. ماشي يا شوق، ماشي. طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس، اقرصني علشان اتاكد من الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بت، ما انت شايفه وسامعه بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بت بقى بطلي هبل، بطلي هبل، فوقي بقى وصدقيني. قلت لك صدقيني وانت ما كنتيش مصدقاني. ده انت من ساعه ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت، حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. انت عملت فيا ايه؟ وانا من ساعه ما شفتك وانت مخيشه في نافوخي على الاخر، مخيشه في نافوخي على الاخر. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان نائح عليا قوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري ده تديله بالجزمه. حاولت ياما يا ماما، مهما كان برضو مرات الخيال. ده انا من ساعه ما شفتك وانا مش طايقه لمسته على لحم.
السرير سكاكين، سكاكين بتقطع في جدتي. الأوضة بقت سجن يا سي خميس. إحنا بقى عايزين نعمل إيه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف. تخلعي منه نضيف نضيف، ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف، عشان أنا راجل أحب الشغل يبقى نضيف نضيف. أحب الشغل يبقى إيه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهلة. أنت تطلقني منه وتتجوزني أنت، وأنا أعيش خدامة تحت رجليك. هيحصل هيحصل، بس أنا أصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا، وليا أعداء ياما واقفين لي زي اللقمة في الزور، أولهم الواد براء بن نوح، ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودنا نضيف نضيف. صح، خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم، وبعدين انت ما اكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم، ده غشم، وانا ماليش في الغشم. انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل هيحصل. هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص أؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك، وانا مد ايدي والوفاء، ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ اه صحيح، تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت. ده حنت امك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت دخلت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك وزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر ولا اخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. واقفل باب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزه، المعلم هو اللي عايزه. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كات في المصلحه عقبال ما اجيلك. يلا سلام. شفاعه؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ انا لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه، انا كنت بقضي مفتاح للمعلم فشفتك، قلت اطمن يمكن عايزه حاجه كده ولا كده. لا مش عاوزه حاجه، انا كنت بزور واحده معرفه وخلاص ماشي. انت رايحه ولا راجعه يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتر القديمه. انا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه، اطمعش بقى في اكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع، ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار، فاهم الشغل كويس ومفطم ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش فيه لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه؟ باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المره دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، الف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز اقول لك حاجه،
السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ ايه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. اياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت 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 بقى. العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. سلم البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد اجراءات امنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله، بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر؟ احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وأنا هدرسها أنا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. أنت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. إحنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى تكمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج. شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا نفهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟
بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة ايه؟ الرمانة. رمانة. رمانة. خشي اللي برا. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونة؟ مش رايحي نفسك شوية يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم. أنا عارفة إن اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الأبواب، وأنا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، أنا تمام وبقيت أقدر أطبق يومين تلاتة. يا سلام. طب بعملك شوية قهوة. ما تعمليش حاجة، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي أنت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى. بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايز اعود نفسي عليها. دبريني قوليلي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام. كل سلطة يا معلم. سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا، حتة اللحمة دي وبابا. الله، انا وشيف، انا وشيف ابوك. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فندينا. يا حبيبي. وده لحبيبي. إيه دي النقطة؟ عسل، طول عمرك عسل يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من عرق جبيني. برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بشهامتك. نتعلم منك يا باشا. نتعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انا بقول يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 لا. في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اللي اخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله، قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا لا لا، انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاعي يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على الاخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله،
عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفتة اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفتة اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدبها وحش. العروسة والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليلة كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المرة اللي فاتت. لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع إيدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمة في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا يا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال. ما تزعلش مني، هي محشورة في زور أصلها واقفة من ساعتها مش عارف أبلعها. كان نفسي تقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خبت زمان. خلونا في مكسب الليلة يبقى أحسن برضو. ماشي يا حاجة، ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضل له تكة ويتحقق، والتكة دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. راحة على روحك شوية يا ست شوق وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امر. وبالنسبة للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاتة. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزة اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحدة بتجيلك هنا اسمها مطرة، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطرة، دي ست كريمة وايدها فرقة. أفندينا له مصلحة عندها وقصدي، وأنا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله، عيني عيني، أنا تحت أمرك يا ست شوق. ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارميلك لاب السكك. طب بالراحه وطي صوتك، بس انت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا قوي رمانه، وسخ معايا على الاخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغايه ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص حط ايده في ايد الباشا؟ حط ايده بس، ده ركب ودلد الرجليه ماما، ده بقى زي ضله معاه في كل حته. ودي اخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا وحياة امه اللي يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا اخويا واقعد، لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبيه دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، انا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد. رمانه انفذ ايه بس؟ مش لما اعرف الاول هتعرفي كل حاجه. بكره عدى عليك الظهر هرسيك على الحوار كله. استبينا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحته دي حته صومعه، تبقى يعني استبن القط النوم عشان يعني لو جينا في يوم من الايام وزهقنا منها، ولو اننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنه طولت فيها. قبل بقى كل ده
مش تقولي لي عملت ايه؟ السؤال ده على فكره فيه اهانه جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين ثلاثه وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد ايدك بقى وتغرف زي ما انت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد ايدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكه حسب الله اللي شغاله جوه. بتقول لك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت، ايه دي لسه على المحاره ولسه بدري قوي على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يوه راح فين يا معلم؟ يا سيد الناس يا دي النيله. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين يا معلم؟ في ايه يا سوري يا اختي؟ المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش. يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار؟ في ايه يا موزة؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا، انا الدهن في العتاقي. انا بس عدم مؤاخذه جاي المعاريك عشان افهم معنى الكلام اللي معاريك قلته. كلام ايه؟ انا بقول لك كلام كتير يا معلم. كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم، انا بديك فرصه كبيره قوي انك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وايه دخل ابني بموضوع البيت؟ ما هو مش معقول واحده زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت انا تعيش في بيت في حاره. هذا مؤاخذه يا باشا، انا مش فاهم. وايه دخل الحلم الصغيره؟ ما هو انا بنتي هتتجوز خميس والبيت ده هيبقى هديه فرحهم منك. يا باشا انا شوف يا معلم، انا بعمل معاك واجب كبير قوي. هرجعك السوق وهرجعك بقوه. البيت ده عربون الوفاء والطاعة، ولا أنت ليك رأي تاني يا معلم؟ لا يا أخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. أيوة يا أختي، وقالت لك إيه كمان؟ زي ما سمعت يا ست مطره، اول ما شميت ريحه خيانه قلت ابدا لازم اجي اقول لك. حكيم انت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من اول ما شفتك. والست دي تبقى ايه؟ مرات خميسه فندينا؟ لا دي مرات خاله. لا يا شيخه. ايوه، وعينها لايدة عليه وبتجري وراه بالحنجل والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبته. امال ايه يا ست ناطره اللي بيجيبها عندي؟ وقالت لك ان خميسه فندينا عايز مصلحه وعايزاكي بعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العبايه وجيت للجري. حكيم حنتومه سقسقه تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلمي. كلك ذوق يا حبيبتي. بتشكريني على ايه؟ انا طبعي كده، اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا اربع اضعاف اللي بتديهولي في الحجاب قصاد الخدمه دي، وانا قلت ابدا ما اقدرش ابيع الست نطره ولو بعشر اضعاف اللي هي بتديهولي. ده انت ام الكرم يا اختي. والعشر اضعاف ده يطلع قد ايه؟ كلك نظر يا ام المصريين. عناية يا حنتومه. شاطرة يا حنتومة، لو عرفتي لي بقى أفندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. أنا خدمت القرش يا بيه، وماليش سكك تانية. لغيني تلاقيني، وطول ما بك عمران في صدري أنا تحت أمر الحكومة والبلد كلها. يا وليه ما قلنا لك هنديك اللي أنت عايزاه، ركزي مع الباشا شوف هيقول لك إيه. أمرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا إيه. وشوق عاوزة إيه من مطرة، وأول ما تعرفي تكلميني وانا اعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مره. تمام يا باشا،
انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الطالع؟ يلا يا ولية، يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. انت قلت لي اسمها ايه يا عم؟ هنتومة. تومة؟ يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شوق عند مطرة؟ لما تخبط الاتنين في بعض تطلع معلومة من الاتنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحدة، لو بقت معانا تبقى كملت الدايرة. مين دي؟ الحمد لله على السلامة يا معلم. مفيش فايدة، كل ما لمها تفرط من ايدي. اخويا لم انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بت دلوقتي الكلام ده انا فين اللي مكفيني يا اخويا؟ لما انت فيك حيل تخرج مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسه، ولا هي يعني الكحكه في ايد اليتيم عجب؟ ما تفوريش دمي يا بت، ما تفوريش دمي، انا على الاخر. خلاص يا معلم حقك عليا، الدكتور قال الحمقى مش حلوه علشانك صحتك. سلام انكم نسوان، اتلم في ليلتك السودا اللي احسن لك. حقك عليا يا معلم، ما انا بحبك وبتدلع عليك. الله. يا ايه ده؟ اتجننت يا بنت؟ ايه ده؟ يا بنت؟ بنت بقول لك انا في اللي مكفيني، ايه بتعمل؟ لا ما تعمليش كده. الله امال اعمل ايه يا الله؟ طب اعملي مره كمان كده. يا بنت اسكتي بقى يا بنت، انا مش حامل. لا طب تمام. جميل عليكي. اوبا شيش جهار. الله ما تقلع. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب، ألف حمد وألف شكر. أنت بتتكلم عن إيه؟ ها؟ لا أنا قصدي كده، ما بحبش أشوف الرزق قدامي وما أحمدش ربنا، طبع بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا، مش كده؟ إيه الحلاوة دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكرة أنا عارفة كل حاجة. وعارفة أنت بتشتغل في إيه وأبويا بيعمل إيه. بس أنا بقى برمي كل حاجة ورا ظهري. بقول أنا مالي؟ عين العقل، عين العقل. الباشا ربى ربى. عايز الحق؟ أنا ما عنديش اللي أخاف عليه. عندي كل حاجة كده طياري، حتى روحي. أنا أمي ماتت، هخاف على إيه بقى؟ إيه السواد ده؟ إيه الوش الغريب ده؟ أنا ما عنديش وش تاني أعيش بيه. طب بقول لك ايه، ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالي نتكلم في اللي يخصنا. عايزين ننجز بقى، نتجوز يعني. مش قبل ما نتجوز نتفق الاول؟ نتفق، اسمع ونتفق. ها انا عندي شويه شروط كده. شويه شروط؟ لا هم ثلاثه. على البركه. انا قلت لك ان انا برمي كل حاجه ورا ظهري، بس في ثلاث حاجات ما اعرفش اسامح فيهم. اولهم انك تتجوزني صفقه، الثانيه بقى انك تكذب عليا، اما الثالثه الخيانه. ايه ده، ما انت ناصح اهو، وعايزك تبقى متاكد انك لو خنتني انا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. انما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طالب ابنك يا معلم؟ هو ده طالب اخوك يا براءه؟ ولا خلاص اللي راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف وتسمر مكانك. فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل ودم الشهيد راح حاضر؟ قلت بالزيادة يا مطرة. مطرة مش غلطانة يا معلم،
مطره بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه. بتعرينا قصاد روحنا يا حاج. بتفكرنا بالانسناب. اسكت! أنا عمري ما نسيت أخوك يا مروة، ولا عمري دم ابني حيروح حاضر يا مطر. إذا كان كل واحد فيكم نصيبته في إيراد، أنا بصدتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، لا كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم ان حد فيكوا يفكرني بيه، ولا انا عمري حنسى عشان حد يفكرني. طارو طارو في رقبتي الاخر نفس.